وجاء في الصحيح أن كما ورد ذلك عن بعض أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال كنا نسمع تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وورد ذلك أيضا أنهم سمعوه في يد أبي بكر وفي يد عمر وفي يد عثمان. وهذا من شدة خضوع أولئك القوم وذلتهم لله عز وجل. ولكم أن تتخيلوا خشوعهم وخضوعهم وطاعتهم وانقيادهم له سبحانه وتعالى عز وجل. والذي يستفيده الإنسان من هذه القضية أن يشارك هذا الملأ الأعلى وأن يشارك هذه الموجودات كلها عبادتها وخضوعها وخشوعها، فلا يخرج عن هذا الإطار ولا يخرج عن هذه القضية. فهذا الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه يقول، يعني يحكي بأنه حين بأنه يسمع جسده وخلاياه كلها تسبح لله عز وجل، يقول أسمع جسدي يضج كله مسبحا لجلال الله مقدسا لعظمته سبحانه جل في علاه. يقول فأنا في عجيج وضجيج من التسبيح مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا أعلم أعداد هذه المسبحات في جسدي، فلو قلت أنها ألف ألف هي أكثر من هذا، ولو قلت أنها يعني أعداد هائلة لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. يعني انظر إلى هذا الاندماج والامتزاج الذي وصل إليه المحقق الخليلي. ولذلك حق للقطب قطب الأئمة محمد بن يوسف رحمه الله ورضي عنه وأرضاه لما 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 جاء في تفسير قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فجعل قال هذه هي صفاتهم وهذه هي نعوتهم في التوراة والإنجيل، ولا أظن في أهل الأرض من يوجد في مثلهم إلا أن يكون في زماننا الشيخ العالم القطب سعيد بن خلفان قدس الله عز وجل سره، فذكره باسمه لتعظيم من عاصره لفضله ولعبادته ولإخلاصه ولإخلاصه ولخشوعه يعني لتقديسه لمولاه عز وجل. يقول الشيخ أبو مسلم رحمه الله ورضي عنه وأرضاه يقول والمتطلع إلى كلام هذا الشيخ في تمهيد قواعد الإيمان وغيره يدرك أن هذا الكلام لا ينبع إلا من مدد نوراني من الملك الرحمن عز وجل، مما أفاضه الله عز وجل على هذا الإنسان. يقول الشيخ سعيد بن خلفان رحمه الله مسطرا هذه القضية ومؤرخا لهذه المزية، أعاين تسبيحي حينما يعني يخوض مسبحا مع المسبحين والمقدسين والمتعبدين من أهل السماوات وأهل والأراضين والمؤوبين من الجبال والشجر والدواب من الساجدين من أهل هذه المملكة ومن أهل السماوات كذلك. يقول أعاين تسبيحي بنور جناني فأشهد مني ألف ألف أعاين تسبيحي بنور جناني فأشهد مني ألف ألف لساني وكل لسان أجدلي من لغاته هدى ألف ألف من غريب أغاني ويهدى إلى سمعي بكل لغية هدى ألف ألف من شتيت معاني وفي كل معنى ألف ألف عجيبة يقصر عن إحصائها الثقلان ولم أذكر الأعداد إلا نموذجا كأني في أوصافي تطراني وإلا ففوق العد أمر منزه عن الحد يفنى دونه الملوان. ثم قال ولا تتعجب إن عجبت فإنها حقائق صدق ليس بالهذيان. يقول شيء عجيب شيء عظيم، هكذا هي شأن الأرواح حينما تتفاعل مع مرادات بارئ الأرواح.